السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلابي طلاب الصف الثاني الإعدادي؟ إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض خريطة الوطن العربي. كلنا عارفين إن في محيطين وثلاث بحار وثلاث خلجان. تعال نبدأ بالمحيطات. عندك محيط الهندي والمحيط الأطلنطي. لو بصينا في الغرب هنلاقي المحيط الأطلنطي، ولو بصينا في الجنوب هنلاقي المحيط الهندي. يبقى كده خلصنا المحيطات، يلا نكمل يا سنة تانية. البحار، البحر اللي فوق هو البحر المتوسط، والبحر اللي انتوا شايفينه ده اللي هو جنب مصر على طول هو البحر الأحمر، والناحية التانية لو انتوا شايفين دولة عمان هنلاقي تحتيها البحر العربي. يبقى انا كده خلصت كمان البحار. تعال نخش على الخلجان، عربي عمان. وعربي عمان هما الاتنين بيودوك طبعا عن طريق مضيق هرمز. لو انت باصص على الخريطة كويس، مضيق هرمز هو بيودينا من الخليج العربي لخليج عمان. ما فاضلش غير خليج واحد اسمه خليج عدن، وركز فيه قوي لان ده بيودينا من البحر الاحمر ومنه للمحيط الهندي. ما بينهم الربط اللي هو خليج عدن. يبقى كده خلصنا ثلاث خلجان وثلاث بحار ومحيطين. ونبدأ بالدول، واول دولة هنبدأ بيها مصر. مصر تحتيها السودان، وجنبها ليبيا، وبعد ليبيا اكبر دولة في الوطن العربي هي الجزائر، وبعدها هتلاقي طبعا المغرب زي ما انتوا شايفين، وفوق الجزائر بشوية كده هتلاقي تونس. ويهمني المغرب لانها قصادها اسبانيا من الناحية التانية، وهتلاقي قدامهم مضيق اسمه جبل طارق، وده اللي بيودينا من البحر المتوسط للمحيط الاطلنطي. لو نزلنا من المغرب هتلاقي الصحراء المغربية، واخرهم موريتانيا. وفي دولة طبعا في المحيط الهندي خارج النطاق الفلكي هي دولة جزر القمر. لو ركزنا كمان تحت السودان الصومال، وما بين السودان والصومال في دولة صغيرة اسمها جيبوتي. يبقى كده خلصت لك الجناح الافريقي، مصر تحتها السودان، جنبها ليبيا، جنبها الجزائر، وبعدها المغرب وموريتانيا وجيبوتي والصومال. لو الجناح الاسيوي جالنا في الامتحان اكيد هيجينا الدول الواضحة زي السعودية، عمان، اليمن. ركزوا في الثلاثة دول قوي. وبرضك لازم نبقى عارفين فلسطين والأردن وسوريا والعراق. نكمل مع بعض كده، عرفنا مع بعض الخلجان والبحار والمحيطات وكمان البلاد. الدول خلاص عرفناها، تعال نشوف مع بعض كده الأقاليم. لو عند البحر المتوسط، كل البحر المتوسط اللي انتوا شايفينه ده حوالي 8 دول، منهم مصر وليبيا والجزائر والمغرب، كل دول اقليم بحر متوسط. الاقليم الصحراوي 80% من الوطن العربي، تقريبا كل السعودية، كل الجناح الاسيوي، وعندك مصر وليبيا والجزائر من ناحية تحت البحر المتوسط، كل ده صحراوي. وهنا ما فاضلش غير المداري، والمداري موريتانيا من ناحية الجنوب، السودان من ناحية الجنوب، وبرضك الصومال جزء كبير، وجزء الاخير طبعا صنعاء، او الجزء اللي هو الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. تعال بقى الأهم نقطة، وهي الجبال. فوق البحر المتوسط زي ما انتوا شايفين في جبال اسمها طوروس، وفي الشمال الشرقي ناحية العراق. العراق عشان تقدر تقسمها صح جنبها وفوقها، جنبها زي ما انتوا شايفين كده زاجروس، وفوق العراق او شمال العراق هي كردستان. يبقى كده خلصت لك ثلاث جبال، لسه في جبال تاني اكيد. جبال البحر الاحمر ودي جبال انكسارية في مصر والسودان، لكن ناحية السعودية بيسموها الحجاز او عسير، وفي اليمن بيسموها مرتفعات اليمن. ناقص جبال اطلس، واكيد انتوا عارفينها، واخدة ثلاث دول، مغرب وتونس والجزائر. جبال اطلس نحفظها زي اسمنا، بتيجي في كل امتحان. وبكده كمان خلصنا الجبال، وفاضل جبال الشام، ودي تقع على ساحل البحر المتوسط. يعني اول ما تيجي ترسم البحر المتوسط الساحل الشرقي انا اعرف ان هي موجودة في سوريا ولبنان وفلسطين، جبال الشام. تعال ندخل على الجبال الالتوائية، ودي زاجروس، كردستان، اطلس، عمان. كده احنا عرفنا التلاتة، ناقص عمان، وعمان هتلاقيها جنب خليج عمان، دولة عمان اكيد شايفينها، وجبال عمان هتلاقيها جنبها على طول. يبقى كده خلصنا الجبال. وفي انهار اقول لكم عليها طبعا مهمين جدا، نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا، ودي مش هتجيلنا طبعا غير في اكمل او اخطر. من اكبر الظواهر التضاريسية في الوطن العربي هضبة افريقيا الشمالية. زي ما انتوا شايفين هضبة امتد من البحر الاحمر حتى المحيط الاطلنطي. كده خلصنا الهضاب، وفاضل هضاب الجناح الاسيوي،
وهضاب الجناح الآسيوي 3، حضرموت في الجنوب، نجد في الوسط، بادية الشام في الشمال. نقولهم تاني، حضرموت في الجنوب، نجد في الوسط، وبادية الشام في الشمال. وبكده سنة تانية جبنا كل حاجة تخص الخريطة، نقدر نقفل أي امتحان. 5 دقايق تسمعهم مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي نفسك قدرت تقفل أي امتحان في مادة الدراسات لمنهج الصف الثاني الإعدادي. وما ننساش دايرة الاستواء ومدار السرطان. دايرة الاستواء هي طبعا شايفينها كويس جدا، ومدار السرطان معدي من ناحية البحر الأحمر. وبكده خلصنا جزئين، وده كان الجزء الثالث من خريطة الوطن العربي. ما ننساش نعمل سبسكرايب، وكمان نبعت لكل أصحابنا عشان كل يستفاد في قناة مستر أسامة محمود. بالتوفيق للجميع.